يصعد أوائل الطلاب الأعزاء في معهد الأشرفية، طلاب الثالث ثانوي الأدبي، مادة الفلسفة. اليوم سوف نتناول موضوع من الوحدة علم الاجتماع المعاصر أيضا، هي درس الإرشاد الاجتماعي أو التوجيه الاجتماعي. طبعا بالبدء الإرشاد الاجتماعي نتوجه فيه نحو فرد أو أسرة لمحاولة توجيهها لتكون أكثر إيجابية ومن خلال توظيف قدراتهم أو إمكانياتهم في تحقيق التوافق الاجتماعي أيضا والنفسي. مثال على الإرشاد الاجتماعي، كأن نرشد شخصا يحاول تزويج فتاته أو بنته القاصر، يعني التي لم تبلغ سن الرشد بعد، ومحاولة نصحه بأن هذه الظاهرة الاجتماعية السلبية لها تأثير سلبي على الفتاة أولا ثم على أيضا المجتمع ثانيا. رح نبدأ بالبداية بتعريف الخدمة الاجتماعية التي تستخدم الإرشاد النفسي كإحدى أدواتها. طبعا الخدمة الاجتماعية التي يقدمها فرد أو مؤسسة باتجاه الآخرين هي مهنة إنسانية، مهنة راقية تستهدف مساعدة الأفراد أو مساعدة الإنسان على التوافق الاجتماعي أو التكيف الاجتماعي بشكل يجعل منه شخصا جيدا مؤثرا وفاعلا. هذه المهنة الخدمة الاجتماعية تقوم على أسس علمية، فهي عمل منظم يرتكز إلى أبحاث ودراسات اجتماعية. طبعا هذه المهنة الإنسانية أي الخدمة الاجتماعية لابد أن ترتكز على أسس وركائز علمية لتكون قادرة على فهم سلوك الإنسان. فهم سلوك الإنسان هذا يتطلب منه معرفة بالجانب النفسي للفرد، وخاصة ما تعرض إليه الفرد في طفولته أو ما يتعرض له ببيئته أي أسرته أو مدرسته أو مكان عمله من ضغوط، طبعا ضمن إطار علمي هذه الأسس. هذه المهنة تستخدم أداة يقال لها الإرشاد الاجتماعي. الإرشاد الاجتماعي هو عمل منظم له منهجية معينة يعتمد على خطوات منظمة. طبعا الإرشاد الاجتماعي يعتمد على المنهج الاجتماعي تماما. هذه الخطوات المنظمة تتميز بالمشاركة مع الآخرين أي بالمعاينة والنزول إلى أرض الواقع والتفاعل مع الأفراد وتزويد بالمعلومات ليصبح هذا الفرد قادر بمفرده على حل مشكلته أو ما يعانيه من عقبات معينة. معنى الإرشاد الاجتماعي، ثانيا نتناول معنى الإرشاد الاجتماعي. في الإطار العام الإرشاد الاجتماعي عملية يقوم بها المرشد الاجتماعي، هذا الشخص الذي لديه من المعرفة العلمية في مجال البحث الاجتماعي أو علم الاجتماع، كما لديه أيضا من الخبرة المهنية نتيجة الاحتكاك مع الأفراد سواء في المدارس أو في أيضا دور الأيتام أو في السجون أو أيضا في المصحات. هذه العملية يقوم بها المرشد الاجتماعي في عمله مع الأفراد والأسر على أسس علمية وليس على أفكار فردية أو مبادرات شخصية. طبعا هذا الإرشاد الاجتماعي يتطلب أيضا مهارة في الأداء المهني، وهذه المهارة لا تأتي إلا من الخبرات المتراكمة لديه نتيجة أيضا عمله الطويل مع الأسر أو مع الأفراد أو مع بعض المؤسسات. إلى ماذا يهدف الإرشاد الاجتماعي؟ يهدف أولا إلى مساعدة الأفراد على استخدام قدراتهم وإمكانياتهم الخاصة. يعني الإرشاد الاجتماعي يقدم المعلومة، يقدم النصيحة، يقدم أيضا الفكرة، يشجع الشخص، يثني عليه، يحاول أن يبنيه نفسيا من جديد حتى يصبح قادر بمفرده
على حل مشكلته أو مواجهة الظروف البيئية الصعبة التي تحيط به. فمساعدة الأفراد استخدام قدرات وإمكانيات ليكونوا أكثر إيجابية، ليكونوا فاعلين مؤثرين، يبتعدون عن الانطواء أو الانعزال، أو مثلا قد يصابوا في أمراض نفسية فيما بعد، وقد تدفع البعض منهم أحيانا للأسف إلى الانتحار. فهذا الدور الذي يلعبه المرشد الاجتماعي دور بناء وإيجابي ومهم في جعل الأفراد يستعيدون الثقة بأنفسهم، وأيضا مما يدفعهم للتعامل مع مشكلاتهم ويواجهونها، يعرفون أسباب العوامل التي أدت إليها، يحاولون حلها، وأيضا هو أيضا يقدم المعلومة في الإطار الإنمائي أو الوقائي. فأيضا يعلم الأفراد كيفية الوقاية من الإصابة بالمشكلات الاجتماعية. طبعا هذا هو ما يسمى الهدف الذي يسعى إليه الإرشاد الاجتماعي. إلى ماذا يشير الإرشاد الاجتماعي؟ هو التأثير الإيجابي أكيد، وليس التأثير السلبي. هذا المرشد الاجتماعي أيضا لديه مجموعة من الأخلاقيات، هو حريص على سلامة أفراد مجتمعه، فبالتالي يعمل إلى التأثير الإيجابي في شخصية المسترشد، بمعنى يجعل هذا الفرد لديه ثقة بنفسه، قادر على أن يبدأ من جديد، قادر على أن يعمل على حل مشكلته ومواجهته، بدلا من الهرب من هذه المشكلة أو اللجوء إلى العدوان أو اللجوء إلى الانعزال. فلذلك تأثيره إيجابي فعال في شخصية المسترشد، سواء كان طفلا أو كان رجلا أو امرأة. وأيضا تأثير إيجابي في الظروف البيئية. الظروف البيئية هو الظروف المحيطة بالفرد، قد تكون أسرته أو مكان عمله أو أيضا زملائه في المدرسة، لتحقيق أفضل أداء ممكن أو أفضل سلوك لوظيفته الاجتماعية. بمعنى هذا الإرشاد الاجتماعي يعزز الفرد بالمعلومات وأيضا بالتجارب والخبرات، ليؤدي دور اجتماعي ناجح في مجتمعه، بدلا أن يكون عالي على هذا المجتمع، بدلا أن يكون أيضا مشكلة تعرقل سير المجتمع وتهدد أيضا أمانه أو بقائه. لذلك دائما المرشد الاجتماعي تأثيره إيجابي ليجعل هذا الفرد قادرا على أداء دوره الاجتماعي، سواء كان طالبا أو كان أيضا مهندسا أو كان محاميا أو كان عاملا، ضمن تحقيق الاستقرار. طبعا بعد ما تناولنا مفهوم الإرشاد الاجتماعي وقلنا على أنه هو عبارة عن أداة من الأدوات التي تستخدمها الخدمة الاجتماعية، رح ننتقل ثالثا إلى عنوان خصائص الإرشاد الاجتماعي. طبعا تقوم من خصائص الإرشاد الاجتماعي بأنه عملية تقوم على أساس التفاعل والمشاركة ما بين المرشد والمسترشد، بمعنى بأن هذا المسترشد يجب أن يشعر بالإلفة وأيضا الراحة اتجاه المسترشد، وفي من واجب المسترشد أن يكون لطيفا لبقا قريبا من قلب وعقل هذا المسترشد، حتى يستطيع أن يساعده على الخروج من مشكلته، أو أن يتقبل المسترشد منه المعلومات اللي بيستطيع من خلالها مساعدته على مواجهة المشكلة، وبالتالي استفادة من أدواره الاجتماعية في المستقبل. الهدف الثاني هو عبارة عن أنه هذا الإرشاد الاجتماعي، لا يقتصر على تناول فقط المشكلات أو الأزمات الاجتماعية التي وقعت فقط، إنما بالعكس الإرشاد الاجتماعي أيضا له دور آخر، هو دور إنمائي، بمعنى تقديم المعلومة أو أيضا الفكرة للأشخاص أو الأفراد كي يكونوا قادرين على الوقاية من المشاكل أو معالجة المشاكل. بالتالي لا يقتصر على العلاج، إنما أيضا له وظيفة وقائية، كيف نقي أنفسنا من المشكلات الاجتماعية، سواء كنا أفراد أو كنا أيضا أسر، وأيضا تزويد الأفراد بالمعلومات والأفكار اللازمة لمواجهة هذه المشكلات، وهذا المقصود فيه في إطار إنمائي ووقائي. الوظيفة الثالثة أو آسف الخاصية الثالثة من خصائص الإرشاد الاجتماعي
بأنه يمارس من خلال مؤسسات أولية وثانوية. طبعا أولية المقصود فيها أساسية كالأسرة، هي الوسط الاجتماعي الأول، ثم تليها المدرسة ولها دور أيضا في عملية التنشئة الاجتماعية. أما الثانوية طبعا أو الفرعية فهي مثل أماكن العمل، أو أحيانا مثلا مثل أماكن الذي يوضع فيها الأحداث الذين يرتكبون أحيانا بعض الجنح ويكونون دون السن القانوني، يعني دون 18، فلهم أماكن خاصة فيهم تسمى الأحداث. وأيضا إضافة أيضا إلى المصحات التي تعالج بعض المدمنين أيضا في من على الخلاص من تأثير المخدرات في أجسادهم، فالمرشد الاجتماعي يتواجد أيضا في هذه الأماكن محاولا توعية أيضا هذا الفرد ولدوره الاجتماعي وكيفية إعادته أيضا إلى حياته الطبيعية، وأن يكون فاعلا فيما بعد من خلال تزويده بالمعلومات أو تشجيعه أو إعطاء الثقة بنفسه. الخاصية الرابعة هي الهدف الأساسي للإرشاد الاجتماعي، هو مساعدة الأفراد على التوافق النفسي وأيضا عدم شعور الفرد بالإحباط أو أيضا بالقلق أو الخوف، إضافة أيضا توافقه الاجتماعي وتكيفه الاجتماعي من جديد مع الآخرين سواء كانت أسرة أو زملائه في المدرسة أو في العمل أو في المجتمع بشكل عام. الخاصية الخامسة وهو أن الإرشاد الاجتماعي يستخدم طرق عديدة في هذه الغاية. طبعا هذه الطرق تختلف وتتعدد، لكن هي من طرائق المنهج الاجتماعي الذي يعتمده الإرشاد. فمن هذه الطرائق هي المقابلة، والمقابلة هي عبارة عن تقابل المرشد وأيضا المسترشد بهدف مساعدته على مواجهة مشكلته. أيضا المقابلة إلى أنواع عديدة وغايتها الأساسية مساعدة الفرد على مواجهة هذه المشكلات. طبعا هناك أساليب أخرى يلجأ إليها المرشد الاجتماعي، هي المكاتبات أو المراسلات الورقية إن كان المسترشد كبيرا ويستطيع أيضا القراءة والفهم، إضافة الاتصالات الهاتفية، هذا تعزز من الحالة المعنوية الجيدة عند المسترشد بناء على شعوري بأن هناك من يهتم بمشكلته وحالته، إضافة أيضا إلى زيارة المنزلية لمعرفة الظروف البيئية التي تحيط بهذا الشخص وكيفية مساعدته، لأن أحيانا المشكلة بيكون ليس المسترشد هو أو ليس الشخص هو المسؤول عنها، إنما ظروفه البيئية وأسرته، وكيفية أيضا توعية هذه الأسرة لمحاولة مساعدة ابنهم أو طفلهم على الخروج من مشكلته والعودة إلى وضعه الطبيعي في هذا المجتمع. قد يستخدم أيضا الإرشاد الاجتماعي غير المقابل دراسة الحالة، وهو المقصود فيها العودة إلى ماضي هذا المسترشد أحيانا من خلال السؤال عن الحوادث التي تعرض إليها في طفولته أو في ماضيه، أحيانا من خلال الاستماع إلى أهله أو محيطه أو أقرانه أو أقربائه لمحاولة معرفة أسباب مشكلاته الاجتماعية كالانعزال أو الانطواء أو أحيانا العدوانية تجاه الآخرين، وبالتالي التخلص من هذه المشكلة نتيجة معرفتنا بالأسباب أو العوامل التي أدت إليها. نكون بذلك قد تناولنا خصائص الإرشاد الاجتماعي وحددناها بخمس نقاط. أول شيء عملية تقوم على أسس التفاعل بين المرشد الاجتماعي والمسترشد وتبنى على الألفة. 2. لا يقتصر عمل المرشد على التعامل مع المشكلات الآنية، إنما أيضا على كيفية الوقاية منها وأيضا تعزيز المسترشد بالمعلومة وأيضا بالمعرفة وكيفية مواجهته للمشاكل في المستقبل. أيضا يمارس الإرشاد الاجتماعي يمارس من خلال مؤسسات قلنا عنها أولية وثانوية، والغاية الأساسية من الإرشاد الاجتماعي هو توافق النفسي والاجتماعي للفرد مع محيطه، ويستخدم من الطرق الكثير منها المقابلة كما قلنا أو أساليب أخرى كالمكاتبة، وقد يلجأ أحيانا إلى دراسة الحالة. رابعا نتناول
في هذه العنوان الجديد أهداف الإرشاد الاجتماعي. طبعا للأهداف الاجتماعي هدف واحد يتفرع عنه هدفين فرعيين. الهدف الأول هو مساعدة الفرد من خلال تقديم المعلومات، تعزيز الثقة بالنفس، تقديم له النصائح على مواجهة مشكلته، وبالتالي قيام بدوره الاجتماعي الإيجابي في المجتمع أو في أسرته، ويكون بذلك حققنا الغاية. هذا الهدف الأساسي هو مساعدة الفرد على أداء أو القيام بأدواره الاجتماعية، مثل أيضا تعليمه الجيد إذا كان طالبا، وقيام أيضا بما هو مطلوب منه على أحسن وجه. لتحقيق هذا الهدف لابد من تحقيق هدفين فرعيين. الهدف الفرعي الأول هو مساعدة هذا الفرد على حل المشكلة. قلنا إنه الإرشاد النفسي أو المرشد الاجتماعي لا يعمد إلى حل المشكلة بذاته، إنما يعمد إلى تعزيز الفرد المسترشد أو المسترشد بالخبرة والمعلومات كي يبادر هو إلى حل مشكلته، وهذا يعطيه نوع من الثقة بالنفس، أو أيضا يرفع لديه الإحساس بقيمته وقدرته على تجاوز المشكلات. اثنين، التخفيف من حدة الضغوط الخارجية عليه. يعني المرشد الاجتماعي يزور الأسرة، يلتقي مع أفراد أسرته، أيضا مع زملائه بالمدرسة، مع معلميه، طبعا لكيفية توجيههم إلى حسن تعامل مع هذا الشخص ومساعدته على مواجهة هذه المشكلة، وبالتالي تحقيق توافق نفسي واجتماعي. فبالتالي يكون للإرشاد الاجتماعي هدف أساسي هو مساعدة الفرد من أجل أن يقوم بدوره الاجتماعي الجيد وتكيفه الاجتماعي مع الآخرين، ويتم ذلك من خلال هدفين فرعيين كما ذكرنا: مساعدة الفرد على حل المشكلة من خلال تزويده بالمعلومات والنصائح والخبرات، وبالتالي استنهاض قدراته وإمكانياته الإيجابية، وأيضا إعطاء الثقة بالنفس، إضافة أيضا التخفيف من حدود الضغوط، وذلك من خلال النقاش والحوار مع محيطه لمساعدة هذا الفرد على العودة إلى حالته الطبيعية أو إلى تكيفه الجيد. لتحقيق أهداف الإرشاد الاجتماعي فعلى الأخصائي أي المرشد الاجتماعي أن يعمل على 5 مستويات. طبعا تتدرج من الأكثرها مثالية، فنبدأ أول شيء بالمستوى الأول: إحداث تعديل بمعنى تغيير جذري كلي في سمات شخصية الفرد والظروف البيئية المحيطة به، وهو مستوى يقيم على أنه مثالي بعيد عن الواقعية قليلا، كأن يعود طالب إلى مدرسته بعد التسرب منها لفترة ما، ويعود إلى تحصيله العلمي كما كان في السابق. المستوى الثاني وهو المستوى الأكثر واقعية، وهو مستوى عملاتي يعني واقعي أكثر، هو تحديث تعديل نسبي يعني جزئي وليس كلي في شخصية الفرد وأيضا ظروفه البيئية. شخص أو طفل ينعزل عن زملائه بالمدرسة، يبقى وحيدا، يمكن تعديل سلوكه وشخصيته، وأيضا من خلال تشجيع الأهل له، وهذا يكون بزيارة المرشد الاجتماعي للأسرة، وأيضا محاولة ثنيها عن أسلوبها القديم وتشجيعها لطفلة، وأيضا اهتمام به، إضافة أيضا لمخاطبة ومجالسة هذا الطفل، وأيضا دعم زملائه له كي يعود إلى وضعه الطبيعي أو يعود إلى حالته الجيدة. المستوى الثالث هو إحداث تعديل نسبي أو كلي في شخصية الفرد دون الظروف البيئية. كثيرا من الأشخاص أو من الأطفال يحدث لديهم
غياب عن المدرسة يوميا وتأخر صباحي، المرشد الاجتماعي يحاول أن يفتش عن السبب فيجد غياب الحافز أو الدافع عند هذا الطفل أو عند هذا الطالب للتعليم بسبب كثافة المنهاج أحيانا أو بسبب عدم استيعابه أو وضع برنامج لتنظيم وقته ودراسته يساعد المرشد الاجتماعي على تخطي هذه الصعوبة. طبعا هذا المستوى الثالث يحدث على مستويين أو يتطلب إحداث شرطين. الشرط الأول شخصية الفرد هي المسؤولة عن المشكلة، هذا الطالب هو المسؤول عن هذه المشكلة، غياب الحافز أو الدافع كما قلنا هو الذي يدفعه إلى عدم الاهتمام بدروسه ومتابعة أيضا تحصيله العلمي وأيضا عدم قيام بواجباته. اثنين يعني عدم يصعب أحيانا على المرشد الاجتماعي التعامل مع الظروف البيئية المحيطة به بسبب أحيانا عدم تجاوب الأهل لتوجيهات أو نصائح المرشد الاجتماعي. المستوى الرابع هو عبارة عن إحداث تعديل نسبي أو كلي في الظروف البيئية وليس في الشخص الفرد تماما، معناته نشير في ذلك مرة أخرى إحداث تعديل نسبي أو كلي في ظروف البيئة دون التعامل مع شخصية الفرد، وهذا يحدث أيضا في إطار شرطين، يعني البيئة هي التي تكون مسؤولة عن ذلك وخاصة البيئات التي تشجع أبنائها على العمالة والخروج من المدرسة من أجل إعالتهم في ظروف الحياة أو بعض الأسر أو بعض أيضا المحيطات البيئية التي تشجع على موضوع التسول أو التشرد أو آسف التسول، فهنا نعمد إلى تغيير الظروف البيئية وليس إلى الشخص نفسه. طبعا هذا ويحدث ذلك في إطار شرطين، الشرط الأول هو البيئة المسؤولة عن المشكلة يعني أسرته أو محيطه الاجتماعي، وأيضا الشرط الثاني أحيانا يصعب التعامل مع شخصية الفرد لصغر سنه وعدم أيضا استيعاب وفهم طبعا خطورة المشكلة وكيفية التعامل معها. المستوى الأخير وهو المستوى الخامس وهو تجميد أي محاولة يقوم بها المرشد أو المؤسسة في محاولة تعديل سلوك الفرد أو البيئة المحيطة به. هذا التجميد نتيجة عدم الاستجابة من قبل الفرد أو من قبل أيضا أو القدرة على تغيير في الظروف البيئية، وخاصة البيئات الريفية أو البيئات أيضا القروية البعيدة عن التأثيرات الفكرية والثقافية. فنجد تجميد، هذا التجميد يكون له أيضا على شكلين، إما تجميد مؤقت أو تجميد دائم. كثيرا من الريفيين أو القبائل يأخذون أبنائهم أثناء الدوام الدراسي أو دوام المدرسي إلى البادية وبالتالي ينقطعون عن دراستهم بشكل نهائي، وأحيانا تجميد نهائي عدم القدرة على إحداث أي تغيير فبالتالي التنازل أو التراجع عن البحث في هذه المشكلة وبالتالي الدراسة لا تحقق الغاية المرجوة منها. هكذا طلابي الأعزاء نكون قد أنهينا الدرس الثاني من وحدة علم الاجتماع المعاصر وهي الإرشاد الاجتماعي، طبعا من خلال تناولنا لخصائص الإرشاد وأيضا أهداف الإرشاد الاجتماعي وأنهينا بمستويات الإرشاد الاجتماعي. شكرا لكم.